بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا شاكر الحقيقة يعني تواجدكم سواء كان في أكاديمية الشرطة أو في كل المناسبات اللي يعني وزارة الداخلية والقيادات تعقدها بين فترة وفترة. هذا ليس باللقاء الأول حقيقة يعني لي معكم، والله يوفقكم إن شاء الله. ما في شك اليوم يعني لقائي مع أخواني سواء كان قائد عام شرطة الشارقة أم الأخوة الحقيقة يعني الضباط وقادة الكلية فرصة طيبة، فرصة الحقيقة يعني فرصة وفاء وفرصة عرفان لأخ كبير لهذه المؤسسة الأمنية، خدمنا الحقيقة فترة يعني طويلة بتعاونهم وبتكاتفهم وبتآزرهم إلى أن ارتقينا الحقيقة بوزارة الداخلية وبهذه القيادات إلى هذا المستوى العالمي للكل يشهد له. ليس أداء شخص واحد ولكن يعني أداء فريق كامل، ولله الحمد كنا نؤمن بتحقيق هذه الأهداف رغم من أن التحديات يعني كبيرة، لكن لله الحمد يعني اليوم الواحد يعتز ويفتخر بهذا الفريق ويعتز الحقيقة يعني بكل هذه الإنجازات. لله إن شاء الله يعني يوفقنا جميعا أنها تستمر، وما في شك يعني الرؤية واضحة وتحمل المسؤوليات يعني واضح، الصبر والإلهام والبصيرة واضحة، ولله الحمد ما في شك أبدا. أنا يعني واحد من هذه الأسرة الكبيرة اللي يعني قد لا يترك لكن بصمات الإنسان تكون يعني موجودة وإثراء يعني موجود، وخدمة بلد ولله الحمد شرفت أن أخدم هذه البلد وأخدم يعني قيادتها وأخدم هذا الشعب يعني الطيب الكريم، ولله الحمد هذه الخدمة يعني ما في شك يعني هي عطاء كبير، وإن شاء الله نأمل يعني أن يستمرون إخواننا في نفس المسار.